شو هالحظ؟ ضروري اقع بالطين. لا تغسلي بعتي للكوة لأنه بقعة الطين ما بتروح غير هيك. حاضر. يا أخي والله يا أختي هدول أخذوا كل شي غالي، التحف وكل الصور. الظاهر بدهم مصاري بس ما لقوا شي. لا تقولها. وأخذوا لوحة ستك وجدك؟ يمكن فكروها غالية مو؟ ايه والله أبوكي زعل كتير. يا الله شو يلي عم بصير؟ وناكتين البيت كتير؟ ليك بعدين بتصل فيك. ايه بانو؟ شو انتي وينك؟ صارت مشكلة، انا خمس دقايق وبكون عندي. ايه طيب، بس لا تخبري جسور انه انا هون. طيب اصلا اليوم ما رح شوفه. يلا بشوفه. جسور؟ ايه مين لكان؟ قلت لحتى اجي شوفك، هيك خطر لي. شو هالمفاجأة؟ شو هاد؟ شو؟ هاد؟ ولا شي، هاد مخطط للبيت تبعي. المهندس المعماري عمل تغيير ورح نشتغل عليه. صح، ما عندك مشروب الكرز بهذا البيت؟ من الصبح جسور؟ لا تعملي للوقت حجة مثل البخيلة. الحقيقة عندي اجتماع بالورشة ولما اجيت كنت طالعة. اه ايه لك انا بسرعة.
شو اللي صار لك؟ شوفي، أنا آسف وبعتذر عن اللي عملته، عن جد بعتذر.